بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن الآن في مطبخ البلدي لبلدية الملح عند الأخت السيدة يمينة منور، رئيسة الجمعية جمعية الأمن الخيرية. اليوم طبعا نزور الأخت يمينة مرميط، وهي الوحيدة على مستوى بلدية الملح اللي راها فاتحة المطعم الرحمة أو المطعم الرحبة، وفي نفس الوقت المطعم اللي يقدر نمد أكثر من 400 وجبة. طبعا